رباعي الإنتاج الراحلين، رجال ظل الدراما المصرية، حسام شوقي، محمود كمال، فتحي إسماعيل، وتامر فتحي. أسماء ممكن تكون سمعتها لأول مرة في الساعات القليلة اللي فاتت، رغم إنهم أصحاب مسيرة طويلة في عالم الفن. صحيح هما مش نجوم شباك وصورهم مش على الأفيش، وأسماءهم مش في مقدمة تترات المسلسلات، لكن هما رجال ظل الدراما المصرية اللي قدموا على مدار سنوات من العمل في صناعة الفن عشرات المسلسلات اللي ارتبطنا بيها وحققت نجاح كبير، زي مسلسلات الزعيم عادل إمام، فرقة ناجي عطا الله والعراف ومأمون وشركائه، والمسلسلات اللي جمعت الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ضرب نار واللي ملوش كبير. وكمان قدموا للدراما مسلسلات زي الحشاشين والاختيار بأجزاء التلاتة وكلبش وغيرها من المسلسلات اللي تعاونوا فيها مع محمد رمضان ومحمد إمام ومصطفى شعبان، عشان تكون كل المسلسلات دي مش بس شهادة على إبداع رباعي الإنتاج، دي كمان شهادة على صداقتهم القوية اللي استمرت لحد رحيلهم. فزي ما نجحوا وحلموا مع بعض، فرقوا الحياة برضو مع بعض في حادث مروري مؤلم على طريق الضبعة، ورغم الفراق اللي صدم الكل، بس سيرتهم وذكراهم هتفضل عايشة في كل مسلسل من اللي قدموه، ومع كل نجمة حققوا معاه نجاح.